للأسف في الفترة اللي احنا قاعدين فيها في البيت خلتنا كلنا نضيع الوقت ده في الأكل، وطبيعي ان احنا هنزيد في الوزن جدا، وهيبقى الحل اننا ندور على طرق سريعة عشان نخس. ازاي نحل المشكلة دي ونستغل الفترة دي في القعدة في البيت نعرف نخس فيها؟ ده اللي هنعرفه من ضيفي اللي منورني ومشرفني، دكتور وائل عوني، خبير التغذية العلاجية وأعشاب الطب البديل والممثل الإعلامي لشركة توب لايف للرشاقة والتجميل. منورني يا دكتور. بنورك بنورك يا رب، وكل مشاهدي شارع النهار وكل مشاهدي قناة النهار، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا بيكي. كلمني شوية عن يعني عايزة تعرف دلوقتي كلنا تخنانين. ايوه. وكلنا عايزين نخس. وقعدة البيت. وقعدة البيت والاكل طول اليوم، نعمل ايه يا دكتور؟ بقت التسلية. نعمل ايه؟ اول حاجة بقى لازم نعرف هي ايه الاسباب. الوقايه خير من العلاج. صحيح. صح كده؟ صحيح. عشان كده حتى عايزين ناكد برضو واحنا في بدايه فقرتنا كده مع بعض ان النهارده كورونا اللي في مصر وفي العالم، العالم الاجراءات كله. الوقائيه دي مهمه جدا وكل واحد يلتزم ببيته. صحيح. فاحنا لما نعرف الاسباب، اذا عرف السبب بطل العجز. صحيح. طب ايه بقى اللي بيخلي الوزن يزيد؟ في اسباب كتير الحقيقي. احنا عايزين نركز النهارده على اكتر سبب بيزود الوزن. الاكل والاكتئاب. بصي خلينا نروح بقى واحده واحده. أوكي. ممكن يبقى في اسباب وراثيه. حد تمام اهله او والده والدته تمام، الجينز نفسها او الجينات فيها ده، تمام، في اقبال للاكل. تمام. في حد تاني ممكن يكون في مرض لا قدر الله، قصور في الغده الدرقيه او اكتئاب زي ما قلتي، فعلا سكر، ممكن يكون في اسباب كتير، لكن اكتر سبب دايما بهايلايت عليه او كده بحطه ما بين قوسين، البق المفتوح. بس كلنا المفتوح. اكل 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 كلنا اكل كلنا يا دكتور. دكتور وائل، مين ما بيحبش الاكل، وبالذات الفتره اللي احنا قاعدين فيها دي، وطول الوقت قدام التلفزيون بناكل، بنتكلم في التليفون بناكل، السوشيال ميديا بناكل، نخس ازاي؟ خاصه بقى فتره الحظر والناس قاعده في البيت. طبعا. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اكل. بس اروح فين اكل؟ اكل. اعدي جنب المطبخ وانا ناسي ايه اعمله؟ انا ناسي اخش اكل. هي دي الشهيه المفتوحه. الشهيه المفتوحه دي، وان انا خلاص اعود معدتي ان بيخش لها كميات اكل كتيره مع الوقت مع الوقت مع الوقت، اللي يحصل سمنه وكمان سمنه مفرطه. يبقى اكبر مشكله او اكبر سبب النهارده بيسبب زياده الوزن هو البق المفتوح او الشهيه المفتوحه. صحيح. طب ازاي نتحكم فيها؟ ازاي نتعامل معاها؟ ده بقى اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله مع بعض. ارجوك، ايه طب الاعشاب البديل؟ خلي الساده المشاهدين، يعني مش كل الناس عارفه، او في ناس كتير طبعا عارفه، بس انا عايزه حضرتك تعرفنا يعني ايه البديل. سؤال حلو قوي. يعني ايه البديل؟ يعني احنا النهارده جايين نتكلم ان اي حد عنده مشكله مرضيه او صحيه في الاغلب يبقى رايح علشان يتعامل مع دواء، يعني حاجات كيميكلز، كيميائيات، صح كده؟ صحيح. لو رحنا بقى سيبنا الحاجات الكيميائيه ورحنا للحاجات اللي ربنا خلقها لنا في الطبيعه، الجوافة فيها فيتامين سي، خلاصة الأناناس فيه فيتامين سي برضو، هتلاقي النهاردة في مكونات طبيعية فيها الحديد، فيها الكالسيوم، فيها المغنيسيوم زي الموز، فيها البوتاسيوم. البوتاسيوم بالظبط، مكونات طبيعية ربنا خلقها لنا، نقدر نستفيد من المكونات دي لمرض واثنين وثلاثة وأربعة، بل عايز أقولك بل لكل الأمراض كمان. هو ده ببساطة يعني إيه طب بديل، يعني بدل ما أروح لحاجات كيميكلز، لا أنا هروح لحاجات طبيعية ربنا خلقها لنا. طبيعي. طبيعي. وإيه الأعشاب اللي حضرتك ممكن يعني تقولي وصفه بيها؟ انا دلوقتي عايزه اخس. حلو. وتخنانه شويه بسيطه، بس انا اعرف ان هو البني ادم اللي عنده 2 3 كيلو بيبقى اصعب من الناس اللي هي بتبقى مليانه اكتر. طبعا. اديني وصفه. ما هقول لك بقى، احنا لسه قايلين من شويه. ايه اكبر سبب بيسبب زياده الوزن؟ الاكل. الشهيه المفتوحه والبق المفتوح. مظبوط. مش كده بس، ده الشهيه المفتوحه ما خلاص الجسم اتعود عليها ودايما عايز كميات اكل كتير، مع الوقت في حاجه تانية بتحصل بتسبب مشكله برضه بتزود الوزن. معدلات الحرق في الجسم بتبتدي ايه؟ تقل 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 لغايه ممكن تصل انها تنعدم، فبقى في شهيه مفتوحه جدا ومعدل حرق قليل قوي، سمنه مفرطه. يبقى ناخد من الاثنين دول ونروح، هل في اعشاب طبيعيه ينفع تتحكم في الشهيه او ترفع معدلات الحرق؟ الحقيقي فيه. لو بنتكلم النهارده على التحكم في الشهيه او سد الشهيه، بنتكلم على اعشاب البسيليوم والسيليوم. السيليوم النهارده ممتاز. ليه؟ لانها الياف بتنزل المعدة، الياف طبيعية فيها مادة البكتين، بتفرش المعدة تبتدي تتملي كده تلتين، يبقى فيها تلت ربع صغير كده، انت هتاكلي كل اللي نفسك فيه بس بكميات ايه؟ قليلة. قليلة. الكوانتيتي بتاعي دايما بيبقى قليل. الكوانتيتي بقى قليل لغاية ما المعدة تحصل لها لودنج. بالظبط. تبتدي تاخد كميات بسيطة من الأعشاب دي. بالظبط. حضرتك مش بس لودنج، كمان دي كمان بتتبرمج حضرتك، بمعنى ان النهارده اللي بياخد الكورس بياخد الأعشاب دي على مدار شهر اتنين تلاتة حسب بقى وزنه، المعدة مع الوقت اتبرمجت ان اللي يخش لها ايه؟
كميات قليله فخلاص حجمها يبتدي يصغر يصغر يصغر، فخلاص وصل الحيز الطبيعي المعده عايزاه، فما يرجعش تاني للعاده بتاعه البق المفتوح. طب نروح لمعدلات الحرق القليله او المنعدمه، هل في ده؟ اه طبعا، في اعشاب النهارده التوت البري ممتاز، التوت البري النهارده. انا اقطع كلام حضرتك، حضرتك الممثل الاعلامي لشركه توب لايف، بالظبط كده، عرفني عليها شويه. توب لايف للرشاقه والتجميل شركه رائده لها مجال كبير جدا في التخسيس في مصر، صاحبه مبادره مصر الرشيقه اللي اطلقتها للقضاء على السمنه في مصر باسهل واسرع وابسط الطرق الممكنه والفعاله والامنه. ده كده باختصار توب لايف قدرت النهارده انها تحقق حلم التخسيس وفقدان الوزن لالاف من الحالات. ده حاجه هايله. وكمان نقول ان شعار توب لايف الرشاقه والتجميل اسلوب حياه. يعني اسلوب حياه. يعني حضرتك النهارده انت مثلا عايزه تخسي، خدتي شهر اتنين تلاته بكورس او باعشاب، طب وبعد التلات شهور دول، بعد الشهرين دول، بعد الوقت ده اسلوب حياتك بقى عامل ازاي؟ حياتك بقى شكلها عامل ازاي؟ نظام اكلك اللي انت عايشه عليه، طول ما اسلوب حياتك صحي وبشكل حلو وداخل لجسمك المكونات اللي انت عايزاها ومش داخل دهون بشكل يخلي الواحد في عنده زياده وزن او سمنه، انت بشكل صحي وجميل. طيب ايه الطرق اللي حضرتك بتقدمها في توب لايف؟ يعني ايه الطرق لو كانت لست او راجل او لطفل دلوقتي جالك حاله هتعمل معاهم ايه؟ حلو، عايزين بقى ناخد من جات لي حاله دي الطرق. خلينا نتكلم كده بشكل عام، الطريقه الاشمل والاعم اللي بنتعامل بيها النهارده او بتعامل بيها توب لايف هي التعامل اونلاين. اونلاين يعني انت النهارده يا ريم انت ممكن تجيبي اكل او دليفري، صحيح، ممكن تجيبي تسافري عن طريق الانترنت، كل حاجه بقت عن طريق الانترنت بالظبط، بنتعامل بيها اونلاين. مظبوط، النهارده نقدر نخس اونلاين. اي حد بيتفرج علينا نزلوا لنا البيج يا شباب بعد اذنكم اهي، توب لايف مبادره مصر رشيقه. ايوه دي على الفيسبوك. ايوه دي صفحه توب لايف تخسيس على الفيسبوك. عندنا على الانستجرام كمان ولا فيسبوك بس؟ لا فيسبوك بس، فيسبوك بس للي بيتفرجوا علينا، للساده المشاهدين. توب لايف هتلاقوها فقط على الفيسبوك. بالظبط، اي حد بقى النهارده عنده مشكله في زياده الوزن يخش على الصفحه هيسيب رساله او يتكلم على الارقام اللي موجوده على الشاشه. على الشاشه الموضوع النهارده بقى بالبساطه دي، لسه هيركب مواصلات، هيركب عربيه، ويروح يقابل الدكتور ويقول لك لا انا كسلت مش قادر اروح للدكتور وائل خلاص الاسبوع ده، الاحداث اللي بتحصل في بلدنا وفي العالم كله. نقطه حلوه قوي ان حتى الناس النهارده يعني من قبل موضوع الحظر والمشكله اللي احنا بنقابلها ديت، يا رب يا رب يا رب يعفى عنا جميعا، تعدي على خير بامر الله ان شاء الله. يا رب. كانت الناس برضو ان لسه هروح، لسه هروح، بالك بقى وفي عندنا الكالتشر احنا ده، الثقافه بتاعت الكسل ولسه هروح. ايوه انا عايز اخس وانا تحت البطانيه ده لو في الشتاء ولو في الصيف برضو، انا واكل برضو، عايز اعمل فورمه الساحل بس وانا في الساحل. صح، واكل برضو، واكل برضو، هتاكلني واخس. ما هو من اهم الحاجات بقى اللي في مبادره مصر الرشيقه ان التخسيس بدون حرمان. ليه؟ ليه؟ لان الحرمان النهارده لما تيجي تحرمي المعده وتقعدي بقى نظام غذائي قاسي والمعده ما بتفهمش كده، مثلا المعده بتفهم ده في مجاعه، ده انا في اكل مش داخل لي، صحيح، فتتصدم. عشان كده كنت بقول لو حاجات بسيطه ممكن تحولها لدهون، صحيح، فهو ده اللي بيحصل للمعده. عشان كده ما متعاملش بالحرمان خالص. وبعدين مش اذا امرت ان تطاع فامر بما يستطاع. حد النهارده متعود البق ده لوك 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 طول النهار والليل، المطبخ فيه بينهم علاقه خاصه كده، علاقه حب، هقول له اقفل مش هتخش، عشق لا ينتهي. عشق لا ينتهي. بالظبط، لا مش هينفع، لا انا هتعامل معاه النهارده باعشاب طبيعيه هي هتملى معدته تلت تلتين نص، وتديني فيتامينز دي حاجه اللي جميله جدا. بالظبط كده، المحاور كنا بنتكلم عليها من شويه، المكونات، ان من اهم المكونات اللي موجوده في كورسات توب لايف للتخسيس المكونات والعناصر الغذائيه اللازمه لكل حاله، الفيتامينز، فيتامين سي، فيتامين اي، بي 12. ليه؟ علشان النهارده وانت يعني طبعا عارفه الستات بالذات لما بتيجي تخس يقول لك لا انا شعري يقع، لا انا افضل قلبوزه، لا انا عايزه ابقى قلبوزه، ما بشرتي. عندي صاحباتي قالوا لي كده كتير، سمعتها كتير. اشتري منتجات حضرتك ازاي؟ اشتري المنتجات دي ازاي؟ هل متوفره في اماكن بره ولا من خلال صفحتكم فقط على الفيسبوك؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى، اونلاين الموضوع بقى بسيط، من خلال الارقام اللي الارقام على اللي نازله على الشاشه دلوقتي او من خلال الصفحه او من خلال الصفحه، نزلوها لنا تاني بقى. شكرا. هيحصل ايه بقى؟ هيرد خبير تغذيه متخصص، خبير تغذيه متخصص او دكتور متخصص علشان يوصف الكورس المناسب. طب عشان يوصف الكورس المناسب هيحتاج ايه؟ هيحتاج البيانات والمعلومات اللي
بيحتاجها في العيادة أو في المركز. عايز الوزن، الطول، السن، الحالة الصحية، هل جربت تخس قبل كده، في أماكن لتجمع الدهون في الجسم، مجموعة من الأسئلة بيتعمل لها برضو ملف، ويبتدي يشخص الكورس المناسب لكل حد والمادة العشبية الفعالة اللي تناسب كل حد عشان الكورس يروح له، وبعدين يبدأ بقى رحلة إنقاذ وزن سعيدة ومتابعة مع خبير التغذية. عندنا صور أشوف حالات كده معانا لو سمحتوا، لو من توب لايف كده ورونا. أيوة بقى أهو بقى 80 كيلو، لا من 110 ل 80 كيلو. 80 كيلو يعني 30 كيلو. قد ايه يا دكتور؟ في 3 شهور. في 3 شهور بدون جراحة، بدون آلام، بدون مواد كيميائية، بدون مواد كيميائية بالظبط. مهمة جدا، مهمة جدا جدا. انت عامل على ايه؟ بديل طبيعي يعني عمليات ومفيد. طبيعي ومفيد. ورونا لو في صور تانية. صورة لراجل كمان. ده سيد يعني من 140 مثلا او كان 139. بني ادم تاني. بني ادم أنا تاني. انا اسفه طبعا يعني مش قصدي، بس فعلا بني ادم تاني. على فكره هو شخصيا بيقول اللي انت بتقولي ده فعلا، انا يعني بقيت حد تاني، اللي حواليه شايفينه بشكل تاني. فقد ايه برضو يا دكتور؟ ال 45 كيلو دولت في حوالي 5 شهور. فقد ايه؟ 5 شهور. 5 شهور. ولا جراحه ولا اي حاجه، ودلوقتي مثبتين وزنهم وعايشين حياتهم اللايف ستايل اللي المفروض يعيشوه. ما هو الجميل في كورسات توب لايف انها بتحقق لك فعاليه من 8 ل 15 كيلو في الشهر، من ونتيجه 8؟ حلوه. طب هقف عند الحته دي عشان كل الستات هتفرح قوي. ايوه يلا بينا. من 8 ل 15 كيلو في الشهر. في الشهر، ونتيجة حلوة من أول أسبوع على الميزان. ونتيجة حلوة من أول أسبوع على الميزان. بالظبط كده. الحالات بتختلف من طبعا. من طبعا ناس بتبقى مليانة جدا لناس. أقل حالة بتاخد مع حضرتك إيه؟ أقل حالة ما تتحسبش كده، لأن في السن بيختلف. النوع من راجل، ست، شاب، فتاة بيختلف. كمان شكل الدهون أحادية، ثنائية، ثلاثية، هو فوق ال 100 ولا تحت ال 100؟ تلاقي في ناس فوق ال 100 130. أول ما ياخد أول خطوة تلاقي نزل بال 10 و 15 بسرعة. يعني يبتدي يقرب من وزن المثالي تبتدي يقل ده شوية. ليه؟ عشان الدهون الثلاثية عنيدة، الأحادية والثنائية طلعت بسرعة. يبقى النهاردة أنا بشتغل بتوت بري على طول، حوارق تشتغل علشان تفتت الدهون الثلاثية الأحادية والثنائية، تبتدي منها نقدر ننزل الوزن. وده برضو واحد من المحاور المهمة في توب لايف. المحاور الأساسية في كورسات توب لايف إن إحنا النهاردة بنتحكم في الشهية، في نفس الوقت بنعلي معدلات الحرق، بنتخلص من المية اللي زايدة في الجسم. في ناس النهاردة ممكن تكون تاخد كورتيزون، ممكن تكون عندها مية زيادة، ده برضو من المحاور المهمة. الفيتامينات والعناصر المهمة للجسم عشان هو بيخس، يخس بصحة، يخس بشكل كويس. وكمان نقدر نقول النهاردة إزاي أمد الجسم بالحاجات اللي هو محتاجها علشان يخس بشكل آمن وفعال وصحي. وصحي. في بقى مع كل اللي احنا قلناه دلوقتي، اكيد بننظم الاكل بتاعنا ولا ناكل اللي احنا عايزينه وناخد الاعشاب؟ بص هقول لك على حاجه، نتفق على حاجه. أيوة. انت النهارده لو في نظام غذائي لازم امشي عليه يعني، صح؟ ما انا هقول لك اهو. يعني النهارده لما حد بيسمع نظام غذائي في الاغلب بيبقى رايح له كده، ولا بيبقى نظام غذائي؟ نظام غذائي صح طبعا، بتبقى نظام غذائي. لا ما تعملوش معايا الحكايه دي. دي حقيقه. فده فعلا اللي بيحصل. احنا ما بنعملش الحكايه دي. مفيش نظام غذائي نقدر نقول ده نظام غذائي. احنا ما بنعملش الحكايه دي، بنقلل بس. توب لايف ما بتعملش كده في شكل تخسيسها. توب لايف ما بتحرمناش من الاكل. لا مفيش حرمان. اوكي. في حاجات اساسيه نحافظ عليها. يعني اللي بياكل الشوكولاتات وبياكل السكريات كتير بيفضل يمشي حياته العاديه بس بياخد الاعشاب بتاع التوب لايف، ولا بالزبط. بنقلل شويه الكوانتيتي. بنقلل الكميات يعني 3 معالق سكر، طب ما معلقتين. ست البيت معلقه السمنه، طب نص معلقه. والاعشاب بتساعدنا. الناس اللي بتقعدش ايه؟ والاعشاب بتساعدنا. أيوه. لو احنا بناخدها طبعا. فدلوقتي بدل ما كنت باخد 3 معالق سكر اخد معلقه سكر. بالظبط كده. لان هي بتساعدني ان انا مش عايزه. عارفه النهارده قشور السيليوم بتقعد قد ايه في المعده؟ من 12 ل 14 ساعه. يعني انت حاسه بحاله شبع ل 12 ل 14 ساعه، في كل الاحوال لازم تخس. صحيح. طب انا عايزه اعرف حضرتك عامل عروض ايه لمشاهدين شارع النهار مع ريم البارودي؟ العروض مع ريم البارودي. ايوه. انا بس قبل ما اقول على العروض، عشان الناس النهارده بما اننا اتكلمنا اونلاين،
في ناس النهارده طب اخش في اي حته اشتري اي حاجه من اي مكان. لا احنا دايما بنقول، حتى هنا عندي دايما بنقول، ما نقلتش، ما نروحش الحاجه ما نعرفهاش، ما ناخدش بالسمع. مش واحده صاحبتي كده انا خسيت فانا اجري اقلد. برافو عليك. لازم يبقى في حد بيتابعني، لازم يبقى في حد موثوق فيه، خبير ومختص وموثوق فيه طبعا. مظبوط. فاحنا دايما في كل حلقاتنا بنقول كده. لا لان النهارده في منتجات كيميائيه، في بلاسيمو ما بتعملش حاجه، سيني. في صيني، في حاجات كتير جدا بتاثر على حاجات في الجسم. طبعا بنتكلم على حاجات طبيعيه 100% بلا اثار جانبيه. للناس المريضه تاخدها قبل الناس السليمه، يعني لو حد عنده سكر، عنده بياخد دواء كورتيزون يقدر يستخدم. حالات السكر والضغط طبعا. هنا بقى هتختلف ايه النسب بتاعه الاعشاب. والله النسب دي قد كده، النسب دي قد كده، عشان كده بنقول لازم مختص. ما مش فكره توت بري وخلاص، تركيزه قد ايه، الماده العشبيه الفعاله اللي هتقدر تحقق لي النتيجه مع الحاله دي عن الحاله دي قد ايه. ما ممكن النهارده حاله تخس مع توب لايف، لو كلمت صاحبتها انا خسيت على الكرسي الفلاني، هل ينفع تستخدمه؟ ليه ده بقى؟ لا لازم ترجعي لخبير التغذيه وارجعي وقولي سنك وقولي وزنك وتعاملي انت. اه بالظبط بالظبط كده. بالظبط. اديني نصيحه قبل ما اختم مع حضرتك للناس اللي بتتفرج علينا وعايزه تخس، تاخد الاعشاب وتعمل، اديني نصيحه سريعه. نصيحه حلوه ومهمه جدا في رحله فقدان الوزن مع توب لايف، ان وانس ان الكورس، اول ما الكورس وصلك، متابعه 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 مع خبير التغذيه. دايما بقول متابعه جيده بتساوي نتائج هايله. وعايزه اعرف العروض برضو، هدبسك تاني اللي معموله لشارع النهار مع ريم البارود. يعني الناس النهارده اللي حاسه برضو بملل وقاعده وحظر والحاجات دي كلها لازم ينبسطوا، خاصه بقى مع احلى ريم بارود. اشكرك. يعني النهارده نقول لهم 50%. ده رقم 50% كبير. 50% تخفيض على اي كورس من كورسات توب لايف. نزلوا لنا تاني على الشاشه بليز توب لايف. مش كفايه 50%؟ ريم خمس ده حلو قوي يا دكتور. لا ده حلو. لا نقول حاجه حلوه كمان. طب قول. واي حد هياخد كورس هياخد عليه كورس مجاني، يعني جيت وان تيك وان جيت وان. اشكرك على طول كده. اشكرك. توب لايف 50% وكورس زياده على الكورس. اشكرك. الارقام نزلت والصفحه موجوده عندكم، واشكرك جدا جدا، نورتني. العفو. بنورك وشرفتني. اشكرك والله، ومش عارفه اقول لك ميرسي قد ايه. اشكرك أبي. وبتمنى ليكي ولمصر كلها ولكل العالم يا رب ربنا يحفظنا ويرفع عنا البلاء والوباء يا رب. اشكرك. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. اشوفكم بكره ان شاء الله، حلقه جديده ويوم جديد مع ريم البارودي.